دكتور يسهل. التواصل مع الدكتور احمد فويد اخصائي الاوراق. بدايه نقول لاهل محافظه نينوى كل عام وانتم بالف خير، ونتمنى من الله العلي القدير ان يحفظ هذه المحافظه واهلها من كل شر. واليوم احنا قمنا باستقبال اخواننا وابنائنا العالقين من دوله الهند بعد ان وصلت الطائره امس، وقمنا وعلى الفور بارسال الفريق الطبي وسيارات الاسعاف والمسعفين لجلب هؤلاء، وعددهم اثنان. هم الفحوصات المختبريه تشير الى ان الحاله هي سالبه والحمد لله، وقمنا باستقبالهم في هذا المستشفى المعزول والمجهز باحدث الاجهزه الطبيه والمختبريه، وكذلك متوفر في هذا المستشفى غرف خاصه معزوله مبرده متابعه من قبل الاخصائيين. ونحن نهيب بابناء هذه المحافظه ومن ذوي العالقين بعدم الاقتراب منهم. نحن نخشى من لا سامح الله انهم يكونون حاملين لهذا الوباء، يقومون بنقل العدوى للاخرين، ونرفض رفض قطعيا مغادره هؤلاء او يعني الاحتكاك بهم من قبل الاصدقاء والاقارب الا بعد مرور الفتره المقرره وهي 14 يوم. المرحله الوجبه الاولى التي اجت عددها 15 حالات مستقره، ما عندهم اي مضاعفات الحمد لله رب العالمين. يوم الاحد بعد العيد مباشره سيتم السماح لهم بمغادره هذا المستشفى والمتابعه مره ثانيه من قبل كوادر دائره صحه نينوى. تم وصول الوجبه الثانيه من القادمين والعالقين في دوله الهند، ولله الحمد تم تجهيز كافه المتطلبات من متطلبات الواجب توفيرها لخدمتهم من الفندقة والخدمات الفندقية، وإلى توفير المكان المناسب وتوفير الكادر الطبي والصحي لخدمتهم، وكذلك كافة تهيئة كافة الأمور المتعلقة بالوجبات الغذائية لهم. كم عدد القادمين اليوم؟ عدد القادمين هذا اليوم هم اثنان وهم غير مصابين، خاليين من المرض تماما. تم فحصهم في بغداد؟ نعم، تم فحصهم في بغداد وظهرت النتيجة سالبة. طيب يعني بهذه الحالة شلون راح تصرفون هي شيء نماذج؟ نعم، سنقوم بإعادة فحصهم الأسبوع القادم وقبل انتهاء فترة الحجر التي تستمر إلى 14 يوم، فحص آخر إلا أن نتأكد من سلامتهم. وكذلك في خلال هذه الفترة ننتبه ونراعي الصحة العامة لهؤلاء باعتبارهم هم أصلا مرضى وذاهبين إلى الهند لغرض العلاج لغرض أمراض أخرى.